أقول الله بس ما تعرفوا أقول الله بس خلوا ده أقول الله بس دخلوا يباشر أقول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، من أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة الذكر، قال تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تبارك وتعالى: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأرجى أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. وجاء صحابي جليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. شرائع يعني أبواب الخير، باب الصلاة والصدقة والبر والإحسان، قيام الليل، الأعمال الكثيرة. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على باب أتشبث به. قال لي حاجة كده خفيفة أو باب من الأبواب مختصر أنا أمسك فيه تمام وألقاه بعدين الأجر بتاعه كويس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن يا أخواننا، تبين لنا من النصوص دي، من الآيات والأحاديث، إنه الذكر ده من أفضل العبادات، كونك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. العلماء قالوا الذكر نوعان: إما ذكر مفتوح من حيث العدد وما مقيد بزمان ولا مقيد بمكان ولا بعدد معين، وإما أذكار مقيدة. يعني الذكر إما يكون مقيد بمكان من الأمكنة، وإما أن يكون مقيدا بزمان من الأزمان، في وقت معين أنت بتقول الذكر ده، أو يكون مقيد بعدد من الأعداد. خد بالك، التقييد ذاته قاعد في الكتاب والسنة. يعني كونك أنت تقيد لك ذكر، مثلا تقول سبحان الله، ده مش ذكر من الأذكار؟ سبحان الله كلمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة الإمام الترمذي، قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني أنت بتعتبرها كلمة بسيطة، سبحان الله وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة، كويس، ده أجر عظيم. لكن خد بالك، ما تجي أنت تقيد هذا الذكر بعدد مثلا معين، ما تجي تقول سبحان الله وبحمده دي ما دام النبي قال يغرس لك نخلة في الجنة، إذا تقوم تقولها بعد صلاة الظهر 13 مرة وبعد العصر 14 مرة. أيوة، العدد ده أنت جبته من وين؟ جبت العدد ده من وين أنت؟ الرسول قال 13؟ لا. في القرآن جاءت 13 مرة؟ لا. طيب جبت العدد من وين؟ تبقى كده بدعة. واحد طالب نطلع يقول لك: يا مولانا سبحان الله بدعة؟ أها، جينا للخبطة. احنا قلنا سبحان الله بدعة ولا قلنا العدد؟ بدعة العدد ده، فهمت؟ إذا يا اخواننا، دي عبادة من العبادات الإنسان بيتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. مثلا من الأذكار المقيدة بعدد معين في الصباح وفي المساء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند عدد الصباح وعدد المساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي حين يصبح 10 مرات صباح حين يصبح، قال: وعشرا حين يمسي، حلت له شفاعة يوم القيامة. 10 الصباح وعشر المساء. ما كمان انت تعمل فيها فالح تقول: يا اخي 10 دي بسيطة، يا اخي 10 دي زمان كانت زمن النبي كده، نحن هسه دارين نزيد شوية.
نبقى 12 الصباح و12 المساء، ما بجوز، ما تزيد العدد اللي قالوا النبي ما تزيده، فهمت؟ مع انه خد بالك الذكر ده منه جانب مفتوح ثاني، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها ما معناه بس العشره دي انتهى خلاص، لا لا، العشره دي خاصه باذكار الصباح واذكار المساء، لكن بعد ذاك ممكن انت تجي تزيد، زيد في الاذكار، تصلي على النبي مفتوحه كده، ما فيها مشكله، صلي مفتوح، لكن اوعى تغيدها بعدد معين، زي ما بيعملوا الان شيوخ الطرق الصوفيه، اي شيخ بيقوم بلما له حيران وبدوهم عدد بيشتغلوا به، خد بالك، ودي المشكله هنا، بديه عدد يقول له الصلاة على النبي مش عبادة؟ هاي عبادة احنا عارفينها، لكن العدد ده جابوا لك منو؟ امشي اقرا في كتاب اسمه لك سلام مني، لك سلام مني تاليف عبد الرحيم البرعي، نحن ما كذبنا عليه، ده كتابه، انت لو ما عارفه دي مشكلتك انت، تمشي السوق تسال تقول لهم يا ناس في كتاب هنا اسمه لك سلام مني بتاع ابويا الشيخ البرعي ولا ما بتاعه؟ امشي هناك بيقول لك ده بتاعه يا هدى، تلقى به صورته ملطوشه فوق في الغلاف، تفتح اخر صفحه في الكتاب بتلقى فيها اذكار خدتها لك بعدد، بعدد معين، العدد ده ناس ما قالوا النبي، ما قالوا النبي، قالوا البرعي، نحن رسولنا اسمه البرعي؟ نحن ما رسولنا، ربنا ما ارسلنا البرعي، ربنا قال انا ارسلناك محمد صلى الله عليه وسلم، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ما ارسلنا البرعي عشان يجي يخد لنا عدد، ويفوت البرعي بيجاي يجيك بهناك الصايم ديما يخط لجماعته عدد براو، ويفوت صايم ديما يجي بهناك وتحسونه خدت لهم عدد، كل واحد عنده عدد براو، دين حقكم انتوا ولا دين جابوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين اللي بنعرفه اللي جابوا لنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام قال لك الصلاه على النبي 10 في الصباح 10 في المساء، دار تصلي ثاني زياده مفتوحه ما تغيده، اوعى تقول لي لا مولانا انا بس انا عشان الزم نفسي لا بد اعمل لي 40 بالظهر و40 العصر، منو قال لك 40؟ من شرع لك؟ عشان كده اخوانا من الاشياء المهمه في الاذكار ان تكون مقيده من حيث العدد بالسنه، زي ما هي مقيده من حيث المكان، في اذكار خاصه بمكان معين، يعني مثلا خذ على سبيل المثال الذكر اللي هو لما تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ده بتقوله بتين انت داخل على الحمام او الدورة او الدبلوسية او كده، انت داخل عليه من برا بتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث، الخبث ذكور الجن، الجن الرجال يعني ذكور، والخبائث الإناث تحت الجن، لأنه ده بيت الشيطان، انت قالوا ده بيت منو؟ ده بيت الخليفة، انت قالوا ده بيت بتاع الشيطان، بيكون قاعد ده محله ذاته بتاع الشيطان، عشان كده انت لما تدخل تستعيذ من برا تسمي وتستعيذ من الخبث والخبائث، لكن هل انت لو داخل الجامع وتبارك انت داخل بيت الله بتيجي تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ليه ما بتقولها؟ هسه لو سالت اي واحد صوفي يقول لك تقول له بتقولها خبث من الخبائث انت داخل الجامع؟ يقول لك يا اخي معقولها مولانا يا اخي انت؟ طب تفهم؟ ده بتعلق بخانه يا اخي. وطيب معناه في ذكر خاص بزمان وفي ذكر خاص بمكان وفي ذكر مخصوص بعدد مش كده؟ عشان كده الدين ده كله مفترض يكون بالطريقه دي، يعني اي شيء في محله ما تلخبط الشغلانه، يعني انت لو جاك زول قال لك السلام عليكم مش دي عباده؟ كونه يقول لك السلام عليكم انت بتقول له شنو؟ وعليكم السلام. طيب لو قلت له اعوذ بالله من الخبث والخبائث بتجي؟ ما بتجي. فهمت كلامي ليه؟ لانه يا اخوانا اي مكان عنده شيء معين انت بتقوله، ذكر معين، عدد معين الى اخره. كذلك من الاذكار لابد تكون وارده في الكتاب والسنه، ما تمش كمان تجيب لك ذكر التقاطع من راسك ساي. لابد يكون وارد في الكتاب والسنه. انت لما تقول مثلا سبحان الله، ايوه دي وردت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر حديث في صحيح الامام البخاري، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دي مش وردت في السنه؟ قول طوالي، ده اجر عظيم، كويس؟ لكن لو انت تفتح كتاب بتاع واحد بليد اسمه عبد المحمود نور الدايم، كتب كتاب، ما انا ما قلته
هو كتب براو براو كتب وبيعوا في السوق بيبيعوا ده جماعة بيبيعوا مانجا هنا بيناك بيبيعوا كتب فهمت كويس الكتاب ده كتب جوا قال من أذكار الطريقة السمانية يعني ما أذكار النبي انت ريحتنا ذاتك قال لك ده حق السمانية ده ما حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده حق السمانية يشوفوا شغلتهم براهم قال من الأذكار بتاعتهم قال يكتب لمن به حمى يعني انت لو جاتك حمى يكتبوا لك قال شقش شقموش انت لقاك في القرآن شقموش شقش قال شقموش نمو الشلخ ابو نوخ العجل الساعة 2 طيب لو كتبت الساعة 3 بيشتغل ولا ما بيشتغل بلاش كلام فارغ ساعة 2 وساعة 8 فهمت ده ما عنده علاقة مع القرآن ولا مع السنة ده نجروا السمانية فهمت وهسه بعد ده يجي واحد يعمل معانا غلط يا مولانا انت بتغلط فينا في شنو في شقش ده انت شقش ده مقتنع بيه انت شقش ده شنو ده زول ده ملك من الملائكة شقش ده شنو ذاته يجي غلطك ويمر لك عكاز والله ما خليك ما تخليني في شقش ده انت ما عندك مخ ولا شنو يا مسلم فهمت ده شغل بتاع باطل وضلال بس ما عنده علاقه مع القران ولا مع السنه يا اخي نحن بندعوك تذكر باذكار النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لك الاجر بتاعه الاجر مضمون بتاعه متى ما خلصت النيه اجره مضمون تتي تمسك لك شقش ده هسه اجره كم شقموش بكم حسنه وقال لك منو وطيب لو جيت يوم القيامه وقال لك ما في حسنات انت هتقول شنو يعني هتقول لي جيت وين ربنا يقول لك انا نزلت عليك في الكتاب إذا سألك سؤال ده نزلت لك في الكتاب لا ما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما قال انت تعمل ليه ودار لك أجر كمان فهمت عشان كده يا أخواننا أي ذكر ما ورد في القرآن ولا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ده ذكر باطل ولا تضيع معه زمنك فهمت وده ما يزيدك من الله إلا بعدا قدر ما تذكر تلقى الواحد ماسك له سبحة سبحان لوبه ماسكها لما في مخلايا تلقى شغال يا دايم اها دي فيها كم حسنه دي فيها سيئات كل ما تقول يا دايم سيئات ماشي عليك سيئات وذنوب ليه؟ لانه ده ما عنده علاقه مع القران والسنه واحد ثاني كمان انه الطليق يقول لك يا مولانا صلاه الفاتح فاتح يا تادي وين؟ صلاه الفاتح دي وين؟ في القران قاعده؟ ما في السنة فيه طبعا الصوفية الدجالين لما نجي حامد بابكر هنا داك عنده شبهات يقول لك لا صلاة الفاتح دي جابها ابن كثير جابها وين؟ في التفسير اها الاسناد بتاعها كيف؟ فيها اسناد صحيح ولا باطل؟ يقول لك لا احنا ما عندنا شغلة مع الاسناد ما عندك شغلة معه والدين ده ساي انت قايله؟ ما انا بكره بجيب لك صلاة براي مش ما في اسناد ولا كده حدثنا فلان وقال رسول الله ما بنتحقق من الروايه صحيحه ولا غلط مش ما بنتحقق انا بجيب لك شغله براي تقبلها مني ولا بتقبلها مش بتقول لي صلاه الفاتح دي بس جاتنا كده جاتك كده انا بكره بلغيها لك برضو هتقول لي شنو يعني صلاه الفاتح تعرف لما جات احمد التجاني لا جابها بحديث ولا بدليل عشان ما تجي تبرر له ديل داري يبرروا لاحمد التجاني انه صلاه الفاتح دي قال النبي صلى الله عليه وسلم واحمد تجاني ذاته خليك من اللي بتبرر لي انت يا حامد البليد خليك من انت احمد تجاني ذاته ما قال دي في الكتاب والسنه لا قال جاءني جدي رسول الله يقظه لا مناما جاني عديل قال لا في النوم عشان ما تقول لي حلمان احتمال وده الشيطان لا قال لك انا ما حلمان لا عديل جاني يا كاش كده طوالك عديل قال جاني يا ناس والنبي بيجي النبي ده بعد ما دفنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بيجي راجع تاني يا أخواننا في الدنيا دي بيجي راجع تاني يعني وكان بيجي مكان يجي الصحابة من بعده اختلفوا في أشياء أين يدفن ما كان يجي يقول لهم أنا دفنوني في المحلة الفلانية اختلف الصحابة أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام يدفنوا وين بعضهم قال يدفن في البقيع بعضهم قال يدفن في المسجد لحد ما جاءوا بكر الصديق جاب لهم حديث قال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي
قبضه الله تعالى إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، أو كما قال. بس أي نبي بالمناسبة مات يدفن في المحل المات فيه. إذا مات شفته في الزلط برا، يزحوا الزلط ده ويدفنوه في المحل ده، لأنه ده المحل اللي ارتضاه له المولى سبحانه وتعالى. عشان كده دفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفنوا طوال بس المحل السرير المات فيه زحوه ودفنوه في نفس المحل. فهمت كلامي؟ طيب إذا كان بيجي ما يجي للصحابة، يجيك أنت يا صوفي؟ يجيك أنت؟ قال أحمد تجاني، جاءني جدي رسول الله يقظة لا مناما. أول حاجة أنت كذاب، النبي ما بيجي. ولو جاك ابن حجر العسقلاني، ده عالم من علماء المسلمين، خلينا نحن، ده عالم. ابن حجر قال يلزم من هذا، لو قالوا النبي بيجي عديل، بيجي عديل للزول، قال يلزم من هذا أن هذا صحابي. معناه أحمد تجاني صحابي يا أخواننا، معناه أنتوا يا شباب اللي بتتكلموا في الحلقة وبتتكلموا في أحمد تجاني، أنتوا أتكلموا لكم في صحابي، صحابي جليل أحمد تجاني. أنت تلعب؟ هو الإمام مالك ما صحابي، يبقى صحابي أحمد تجاني؟ الإمام مالك ما في درجة صحابي، درجة بتاعت الصحابة دي درجة عالية، تاني ما بيلحقهم زول من الأمة، مهما عبد، مهما تعلم، مهما فعل، ما بيلحق درجة الصحابة تاني. لكن لما انت تقول لي جاءني جدي رسول الله، جاءني طوالي كده، لا ما انت تخيل، يقول لك والله هسه كان معايا اتغدى معانا هنا. انت بتلعب ولا شنو؟ انت بتلعب علينا؟ فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة، اول زول بيقوم ده النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان قام معناه القيامة قامت. انت راجي شنو تاني؟ ماسك لك سبحة؟ سبحة ماسكة في شنو؟ وكان النبي قام القيامة قامت تاني ما في اي شيء. فهمت كلامي؟ عشان كده كذاب احمد التجاني لما قال جاني جدي رسول الله يقظة لا مناما، اها دي كذاب فيها، نشوف الثانية. قال واعطاني صلاة الفاتح، كذاب، ما بديك ثاني دين جديد. لأنه ربنا نزل عليه في حجة الوداع، تعرف حجة الوداع؟ حجة وحيدة حج النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بس حجة الوداع، وهو على ناقته. أنزل الله تبارك وتعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تاني في شيء جديد؟ ما في حاجة تاني، اكتمل الدين. تاني تقول لي لا لا، لكن في صلاة الفاتح دي الوقت ده قاعدة ولا ما في؟ يقول لك لا ما في. طيب ربنا قال أكملت لكم دينكم، الدين اكتمل، صلاة الفاتحة دي جات بيتين قريب، ده جابت أحمد تجاني في فاس، هنا فاس مكسر في راسك، ده هنا في فاس في المغرب أحمد تجاني قال جاب صلاة. يعني أتخيل معي، خد بالك، صلاة الفاتح دي معنى الكلام يلزم من الكلام ده النبي ده الساه من الصحابة، ما عارفين في صحابي صلى صلاة الفاتح؟ ما في، معناه ده الساه منهم. وتاني ده الساه من التابعين كلهم، يا سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، ها كلهم دين دسام انهم ما ورى عليهم، فاتت عليهم. وبعد ذاك فاتت على تابعي التابعين، امام مالك، ابو حنيفه، الشافعي، احمد بن حنبل، فاتت عليهم صلاه الفاتح، ما لحقوه، فاتت على دين، فاتت على علماء الامه كابن تيميه وابن كثير وابن رجب الحنبلي والنووي وابن حجر، فاتت عليهم لحد ما جاء قبض احمد تجاني، جابوه له قال المره الواحده من صلاه الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة. يا زول أفضل من كلام الله؟ كلام الله، ربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قرآن، تبدأ صلاة الفاتح، يعني تعرف تقرأ صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل قال مما تقرأ القرآن 6000 مرة. أصل أنت بتصدق كلام زي ده؟ في ناس ماسكين الورد ده هسه ماسكينه بيسبحوا وقاعدين، ولما أنت تتكلم معاه ويجي غلطك يقول لك لا يا مولانا يا أخي الكلام ده ما كده، ما كده كيف؟ ما تقرأ الكتاب بتاع جواهر المعاني، كتاب كتبه براوز يقول لك الكتاب قاعد في السوق وأنت بغلطني أنا؟ بالله شوف البشر ديل، ها وي الكتاب هذا في السوق هذا قاعد امشي الدار السودانيه اقول لهم دار كتاب اسمه جواهر المعاني وبلوغ الاماني، اقرا من الصفحه 131 لحد 135، قال لك صلاه الفاتح دي احسن من القران 6000 مره. اها الغلط في شنو ثاني؟
انت تشوف الكلام ده لو ما ركب لك في راسك شيل فرارك ومش لاحمد تياني طوالي الحق هناك اطق في راسه ده في قبر جوك لانه هو ورطك ونحن ما ورطناك ونحن ما عندنا معك قضيه فارجع واقول الاذكار يا اخواننا لابد ان تكون مضبوطه بالكتاب والسنه انت ما بتذكر ساي ما بتذكر ساي موسى عليه السلام موسى ده نبي من الانبياء سال ربنا سبحانه وتعالى قال يا ربي علمني شيئا ادعوك واذكرك به الكلام ده فيه فائده انه حتى الفاضل ذاته والعالم والنبي لابد ربنا يعلمه يذكر كيف لكن انت داري يعلمك لاحمد تياني ولا تنجر براك الصوفي انت عارف بينوم تلقى العشاء ما صلاه نام يحلم بالليل جاوا الشيطان انت قال جاوا منو الصوفي النوم النوعيه دي ما تجيهم الشيطان هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون شيطان جاوا بالليل لقى الصوفي مفنقر نايم ساي اذكار ما قالك فهمت ونايم العشاء ما صلاه الشيطان بيستمتع فيه تمام اول حاجه بدي لك حاجات في راسه دي بيقول لك تصبح الصباح تمشي تعمل اذكار وتعمل ورد والحيران المساكين ما جايبين خبر الشخص يصبح الصباح اوك يضرب الكورات في شنو يا ناس الحاصل شنو يقول لهم والله جاتني طريقه بتجي طريقه بتجي من وين يا ناس الدين ده بيجي كده ساي جاتني طريقه يقول لهم تقولوا كده سلل مهب 6 مرات تقروا الفاتحه 73 مره تقروا تقولوا يا دايم 13 مره الصباح و13 مره المساء بالله ده ده, ده برنامجه خد بالك بنجروا براو نجروا شيخ براو في النوم فهمت ويصبح الصباح يقول الجماعه ديرك يمسكوا سبحهم يقولوا ويشيل عكازه ويجيك يقول لك تعال قول معايا الاذكار اقول معاك رجاله انت قايله رجاله ايه ما في قالوا النبي ولا قالوا احمد تياني قالوا احمد تياني يلا روح امشي انت احمد تياني بطريقتك نحن النبي ربنا قال لنا الجنه وراه الجنه ورا احمد تياني والله قال ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنه وراه تقعد تتباري لك احمد تياني واحمد عواليق فهمت لحد ما يدوك فيك مقلب ووديك جهنم وانت بعدك تاني ها تبقى في التحيل لك يا زول انت طب تضيع رقبتك يا ناس الجنه دي سهله لو انا ضيعنا بالصوره دي اقول لك قوله هسه لو قلنا طريق احمد تجاني ده يمكن يدخل الجنه يمكن ساي احنا ما متاكدين لو ما متاكدين ذاته يمكن يدخل الجنه وطريق البرع يمكن يدخل الجنه ها وطريق بتاع الشكاني بقى يمكن احتمال يدخل الجنه والطريق بتاع الكدباس احتمال يدخل الجنه لو نحن ما متاكدين انه الطريق ده باطل كويس وطريق النبي يمكن ولا جاء ولا ضمان بيدخل الجنه طيب انت لو زول عاقل بتمشي للضمان ولا بتمشي للمجاجه بس بفهم بسيط كده بفهم بسيط طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده ضمان ما فيه نقاش لكن انت ما بتتوقع كده حاول اتوقع معاي توقع ساي وان كان المساله دي محسومه بالنصوص لكن كده حاول وسع خيالك وتوقع انه يوم القيامه قاعد يقول لك الطريق بتاع الجماعه ده الغلط كله وانت لو مشيت بطريق محمد صلى الله عليه وسلم كان دخلت الجنه لكن ولا طريق الجماعه ده الغلط يا اخي طيب انت حيكون موقفك شنو الوقت ذاك؟ حيكون شعورك شنو؟ كده ادوني فرصه ارجع وين انت قال روحك؟ رجع ما في ما دي المشكله هنا انه في ناس بتتضح لهم الحقيقه يوم القيامه يا سلام يقول لك يا اخي بالله الموضوع ده هو كده؟ احنا ما كان قال انه كده ما قايله ما بحلك هل لنا من شفعاء؟ ما في او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ لا ما لا في رجع لا في ذنب يشفع لك خش جهنم فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين يكبون لك في جهنم ليش؟ لانهم يا اخواننا في الدنيا ما اطاعوا النبي عليه الصلاه والسلام اذا خلاص الموضوع ده ذكر تذكر على طريقه محمد عليه الصلاه والسلام ما تمش تشبك لي تجانيه وبهناك داك سماني ونحن نحل من البرنامج ده بتين نحن دارين نرجع كلنا للنبي عليه الصلاه والسلام كل العباد يرجعوا الى ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام وما انزله الله تعالى في القران كده بنجتمع كلنا مش دول يقول لك ما دارين تفرق يا مولانا ما دارين تفرق اي احنا ما دارين تفرق لكن نتلم كيف؟ نتلم فيما عمنوا في مواعين كثيره في حل بهن وفي حل بهن في ما عم بهن نتلم وين؟ نتلم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام نجتمع عليه وذل بيجمع كل طوائف الأمة هذا وصلى الله على نبينا محمد نلتقي يوم الجمعة إن شاء الله
وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.